زيباء، بعد إذنك أنا لازم أنزل الحارة أطمن على ميمتي وأهلياتي. خطرة عليك الروح لك تحسين، خطرة. كرمال الله لا تمنعني، النار عم تاكل فيني ولازم أنزل. أصبح بتروح وبتدير بالك منيح، وبدي إياك تفهم لي من الوالي ليش هو خص نص صافي ضد الزعيم. وحياة عيونك، هذا الشيء اللي نازل عمله. ميسر عمي ميسر. السلام عليكم. سلام. خد راحتك صغير. علي عمي خالي. الله يحييك صغير. الله حيو. شو وضع الشباب؟ الشباب من جماعتنا لا تاكل هم منهم، مزبطينهم. طمني شو اخبار الحاره؟ والله اخبار الحاره ما بتسر منوب يا خالد. ان شاء الله خير. كل شيء هوين الا انه الزعيم يترك الزعامه. وحيد الله عمي صغير. كله بنحل إن شاء الله بالإذن. اسمع أخبار دستور من خاطرك اختي. انت هون؟ ان شاء الله بتقبر عيوني. بعيد الشر. الحمد لله على سلامتك، منيح اللي شفناك بخير لك اخي. يا مو اجا اخي تحسين. يا مو لك يا اخي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. تبلوني بالسرقه، بهدلوني، شرشحوني، واخر طب الكي ضربني ابو العز. شو؟ مثل ما عم بقلك. لك معقول ابو العز يطلع منه كل هالشيء؟ معقول؟ اي والله يا اخي. الله لا يوفقهم، شفنا منهم الامرين. ما عرفت ليش يا ابي ما عاد بدنا اياه يكون زعيم للحارة. بصير خير بصير أهلين بأبو فهد. شلونك يا أفندي؟ الحمد لله. طول عمرك. تركنا مصري. خير إن شاء الله. كل الخير يا أبو فهد. تفضل تفضل. زيد طلبك. أولا بدي أعزيك بخسارتك الكبيرة. ثانيا كان لازم أروح أعزيك بالبيت بس مريتها منيحة تمام الحارة. كفيت ووفيت يا أفندي. الحمد لله. الذي لا يحمد على مكروه سواه. أهلين تقبرني. أهلين نعمات. خير أخي.
شو هاد أخي؟ ما بعرف. أنا عم بسألك شو هاد؟ إيه هدول شوية مصاري كنت مصمتهم ليومي الأسوأ. وهذا هو يومك الأسوأ. اليوم بتخلص المهلة اللي حكوا فيها أهالي الحارة. بعرف يا بي، بعرف. طيب شو بدك تعمل؟ يا بي انتي طلعي منها، طلعي منها وما حدا له دعوة بهالشي بنوب. بس يا بي خلصنا يا اسمرود، خلص روحي انتهي بشغلك. أمرك. بتسرقي العلامات؟ عم تسرقي؟ عم تسرقي؟ لا والله يا اخي انت فهمان القصة غلط. لك انا القصة غلط؟ لكن كل شيء قالوه عنك بيت ابو العز كان صح، صح 100%. والله كله كذب وافترى يا اخي، الله وكيلك. بتحبي اخذ هذا الكيس لابو العز واساله لابو العز اذا هذا الكيس له او لا؟ بوس ايدك اخي، بوس ايدك، بوس ايدك، استر علي. والله فاروق بيطلقني والله بنزت بالطريق. لك هي هي المشكلة، انك اختي شلون ما بدي استر عليكي. شلون ما بدي استر عليكي. اسمعي نعمات، هذا الغلط كله بده يتصلح، بده يتصلح من شرشو. يتصلح اخي؟ اللي بدك اياه بيصير، اللي بدك اياه بيصير. ما بخفي عليك يا ابو فهد، مقتل ابنك عمل بلبل كتير كبيره بالحاكميه الفرنسيه. من ميلي بدنا نحط حد لهالزيبق المجرم القاتل، ومن ميلي تانيه ابو العز صار حمل تقيل مش قادر يحل مشاكل اهل الحاره. الله يخلصنا من الجوز سوا. انت يا ابو فهد، انت زلمه محترم ومقدر من قبل كل اهل الحاره، ونحن اذا وقفنا وراك ما حدا بيقدر يوقف بوشك. اسلم ديتك. صح، ما فهمت عليك يا افندي. قصدك اني استلم زعامه الحاره؟ اكيد يا ابو فهد، اكيد. وليش لا؟ لكن بنقدر نحارب بعدين سوا، شو رأيك؟ معقول تحسين يخلفيني؟ يو لا مو معقول، تحسين أخي وقت من كان ما بيجي بسيرتي. هذا غير خديجة اللي تجوزت خالد، تقعد هلأ تحكي إنه العقى مني؟ بس أنا نعمت، أنا نعمت وما بخسر، ورح ألاقي حل لكل شيء وصير خانم العمارة.